خلاص هذا آخر باكيج لعيون المتابعين. بسم الله نتوكل على الله. يا الله يا كريم يا الله يا كريم. يا جماعة شوفوا المنظر هذا، غرفة أخوي نواف ما شاء الله تبارك الله. هات هات السؤال ثاني نواف. يلا جازك خرباني موي. يا حبيبي لازم أكل. ها واو واو ما بنى أنا واو منظر ثاني. يلا ها يا موي جهازك خرباني مو. نوف بعد وجهك مخرب بعد. واو والله ديم يا اخي ما شاء الله تبارك الله. لبس العافية. ما عليك صح؟ هي عليها بس انا معطيك اصلا. هم قال متابع نعطى اخوك، قلت يلا تصدق عليه. الله مريحه. ترخص طبعا. الله شوفوا ذا الكوب نوف حاطه فلوس. حاطه ذي الشخصية يعني تحط موية باردة. فهمت فهمت انك؟ اوكي يعني انه تحطه موية حار بس تحطه مويه حار يصير كامل حار ولا يصير حار؟ قول والله كذا من جد كذا. لا من جد ترى هي وراني من جد في فلوس ما عاد يصلح. الا يصلح يصلح بعد اسمع. ها. نصب ذحين اذا كان تغير زي ما تقول هذا الفلوس اعبي له كامل وانت نص ذحين معبى اعبي كامل. هلا يا ابو خمس. لا لا هلا الاسرى ابو خمس. ايش اللي ابو خمس؟ ها هيا. لا لا ما ابغى يا اخي. يا اخي لا مني عجبني هي ذي الحالي بس كنت صعبك الذب. هيا لا لا حسبي الله. يا جماعة جالس اسوي لكم انا يعني كذا لفة على غرفة اخويا. لقافة قصدك. اوكي شوفوا تشوفون هذا دقيقة. هذه تايلور سويفت. ألبوم تايلور سويفت موقع من تايلور سويفت تخيلوا. يب كيف جبتها؟ هل ممكن بسبب ان اخوك مشهور؟ لا ممكن داخل. ممكن والله لا ترى يا حبيبي تايلور الخوي ترى ايش في؟ ايه الا تايلور اكتبه ما قلت له شيء قلت الخوي تايلور. لا ما لا لا الخوي ايه معروفه ترى. ايه ايه ترى قابلت ترى بيتهم هنا هنا الحاره جنبنا. ما بيتها معروف. ما بيتهم هناك هناك يا اعرفهم انا. لا والله خسي المهم اي اهلا اخوك انا قابلت حبيبي انا شهر من تايلور قال لي. طيب نواف طيب هذا يعني معليش يعني البوم موقع يعني سيدي ترى هي سيدي وترى ايه في صور خاصة في صور خاصة. طيب نستكشف الصور الخاصة الحين. لا اسحبوها الحين اسحبوها يلا نشوف. انتبه لا تقطعه. ما نقاطعوه يا ابن الحلال. لا اجيب لك سبعة يا ابو والله. ايش نقول صور خاصة في لا تركب يقلب ويقول يا اخي اوه والله صور في صورة سحبت عليها بنت ترى وفي صورة يعني مرة شفافة كذا يعني من باب هذا يميني صار يطلع لك تغير صورة. وهذه طبعا هي كان سادحة يا صوروها كان انا هنا انت المصور. هذه الصورة يا بحريقة كاي مني صار كذا اسحبها ورقة لحالها اسحبها ورقة لحالها يا ابني. ها ها ايش ما بقول ايش يا طبعا نواف قال لازم يوضح لنا خلينا نشوف الصورة. هذه الصورة حلو هذه الصورة وهي يعني اوكي حلو ايوه ما شاء الله تبارك الله يا اخي والله ابدع ايه ما شاء الله. طيب طيب يعني تايلور سويفت بالنسبة لك من افضل هي ولا نيكي ميناج؟ اسمع في البوب تايلور سويفت يا ترى مستهويني يا جماعة سألت نواف يقول انها منه نشوفوا هذه الاضاءة حقها مرة رهيبة بس صوتها مو مرة قوي. اللي
اغاني هادئه مره. انا سمعتها يعني وسط، مو مره عالي هذه السماعه اللي عاليه. يب انا ما عجبني عشان صوتها قصه خفيف، لو كان عالي كان فن. نواح واحد يقول لك السمب قل له يتمرجل، قال لك تايلر سويفت عمك توباك التوب. رجال حزك بس ترى توباك هذا دي نشوف يا طمنا. لا لا يا رجال هذا يقول لك بلا تايلر بلا توباك. خالد عبد الرحمن والله انه افضل منه وكلام. طيب يا جماعه زي ما شفتم انتم السنابات، بس بندر ينزل سنابت بدون اعلان؟ لا طبعا ما عندي انا. سمعوا اليوم عندي لكم اعلان مميز، بس ابغاكم تحزرون ايش هو التطبيق، ايش بندر راح يعلن ليش بالضبط في السناب. يا سلام عليك تطبيق نعنع، واضح انك انت يعني عارف اعلاناتي كلها يعني، وعارف ايش هو التطبيق نعنع. بس اللي ما يعرفوه يا جماعه هذا التطبيق تقدر تشتري منه يعني باختصار تكفي البيت. تبغى شيء من السوبر ماركت تقدر تجيبها لما البيت، تبغى بطاقة شحن وذا عشان تشحن وتكمل لعب وذا برضو موجود في التطبيق. ذا نفتح لكم التطبيق واوريكم كل شيء. زي ما انتم شايفين تطبيق نعناع، ندخل عليه تشوفون في خيارات كثير، سوبر ماركت وبطاقات الشحن والجمعيات الخيرية. طبعا هذه بطاقات الشحن، وفي شوفوا متجر رصيد ومتجر لايك كارد. هذا متجر لايك كارد شوفوا كيف انواع البطاقة اللي موجودة، موجود لكل شيء يعني الألعاب كلها، وحتى اشتراكها تشوفوا نتفليكس، وحتى بطاقات الشحن تشوفوا هنا بلاي ستيشن ستيم نتندو. يبغالي والله شحن نتندو أنا، وآيتونز كل شيء، في أشياء كثير. وشوفوا برضو هنا في متجر رصيد في برضو أشياء لو ما حصلتونها في لايك كارت تحصلونها هنا. شوفوا كيف في أشياء مرة كثيرة. ببجي راح نشحن بعد ببجي بعد شوية مع عليكم، ونفتح باكيجات لكم نشوف إيش راح يطلع لنا. يا جماعة معليش قاطعتكم، بس جالس اكلمهم كذا اضبطكم كود حلو كذا مرة، اصبروا علي اوكي. معليش يا جماعة على السحبة، رحت كلمتهم قلت لهم ابغى كود خصم زي الناس. فشوفوا هذه ببجي راح اختار هذه اوكي. شوفوا نروح للسلة نتابع عملية الشراء. طبعا في طرق دفع كثيرة مرة، منها البطاقة مدى وفيزا وابل باي واس تي سي باي وكل شيء. فهنا نفعل كوبون الخصم حقي، شوفوا نحط بي اكس ونشوف يخصم لكم 10%. شوفوا قيمة الكوبون يخصم لكم 10% بحد 20 ريال، والكوبون هذا تقدرون تستخدمونه في كامل التطبيق. فاستخدموه، وبرضو خذوا لكم كذا سناكات من السوبر ماركت يعني ادري انكم جايعين اشتروا. شوفوا هنا المشروبات التسالي هذا قسم انتم عارفين، اشتروا منه واستخدموا كود الخصم حقي وحملوا التطبيق. وذا حين راح نستخدم الكود في ببجي ونفتح يعني باكجات ونشوف حظنا كيف حلو ولا لا. خلاص يا جماعة طبعا الكود وصلنا على طول وفعلناه وحطيته. شوفوا في حساب اخوي هذا سكن اخوي شكله نادر مرة ما العب ببجي كثير. يلا روح ذا حين اول شيء قال يبغى يفعل الرويال باس. شوف هذا توقع سيزون جديد او شيء. اوه يلا روح يا سلام يا سلام. ايوه يا عين اوه حلو الطمو اوكي ابغى اوه على طول هذا زي فورتنايت. يا سلام حسنا نضغط. يلا يا جماعه ذحين راح نفتح كذا باكج ونشوف الحظ. اول شيء اخويا يجرب وبعدين انا اوكي. يلا انت ذحين بسم الله سوى الدمبوشي. قول لي لو حاجه حلوه ها ما ادري انا ترى انا حاجة. اوكي ايوه توقع هذا شيء حلو قناع مدري ايش. ايوه اوه نايس شكلها حلوه ذي او ما ادري حلوه يعني اوكي. يلا ذحين انا دوري ها بسم الله بسم الله قاعد بدي بدم دم نشوف ذحين انا كيف. يلا اوه من اول الله والله شكله هذا حلو راس الكلب. حسها سبه بس اوكي. الله حلو حلو نروح زياده. يلا زياده زياده خلاص هذا اخر باكج لعيون المتابعين بسم الله نتوكل على الله. يلا يا كريم يلا يا كريم عندي احساس جيد باذن الله. يلا ايوه اوكي ها
سيارة. ايوه هذه شكلها حلوة والله حلوة دي صراحة. يعني انا اشوف اني راضي يعني عن هذه عن حظي. يعني قولوا لي انتم كيف يعني حظي حلو ولا بس؟ احس حظك اسطوري صراحة. حظ اخويا رهيب مرة. الموت.